على بساطة دينا جدا الثقافة السعيدة في المجتمع. الثقافة تتكون من عناصر كثيرة جدا. يا ترى هي عناصر متكافئة ولا فيها عنصر حاكم ومسيطر على كل العناصر وكل العناصر الأخرى تتحرك وفق هذا العنصر؟ ده ما يكون فيه. والعنصر الحاكم الثقافة السائدة في أي مجتمع فالمسألة بقت مختلفة. وأنا شخصيا فقد رد طبعا من أساس كلهم لم يكن عندما كانت دي صورة مسيطرة مع الثقافة السائدة وتفسر به كل الأشياء كان يصعب على هذا المجتمع أن يتقدم إلى الأمام. بالتالي هي المعضلة إن إحنا عندنا بدل الثقافة ما تكون مكون الدين مكون من عناصر ثقافة الأمة صار هو الحاكم لثقافة الأمة. وبالتالي هذه مشكلة طبعا. انتظر تعليقاتكم ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده عيب قوي يعني انا بشوفها عيب قوي انا يعني خلصنا الروح الاول من القرن 21 وبنتكلم عن التقييم والابداع ده حاجه فضيحه. يعني نحن نتناول نفس الموضوعات التي كانت تتناولها اوروبا في الحدود الوسطى. يعني عندما بدا عصر النهضه الحوار اللي حصل معانا ده حصل في بدايه عصر النهضه حصل على بين المدن سنه. لا انا بقول لك انا بتكلم معاك كان بيناقشوا يعني عصر النهضه واحنا بنتكلم على نهايات القرن الخامس عشر في ايطاليا ثم بدات الناس تناقش لحد ما طب اوروبا خرجت ازاي؟ وده بقى الكلام اللي كنا عايزينه. ما كيف خرجت اوروبا؟ ده ما صنع ارقام مغايره لم يكن على فكره كانوا مفكرين كتير جدا في عصر النهضه متدينين ما كانوش ملحدين او ضد الدين بالمناسبه وكتابات كتيره كتيره جدا. لكن خلوا الدين جزء من الثقافه وليس هو العنصر الحاكم للثقافه فصنعوا ثقافه جديده ضد ثقافه الكنيسه فتحرروا من سلطه رجال الدين. لأن رجال الدين عندما نطلب منهم أن يغيروا الخطاب الديني أو يطوروا أفكارهم بالحقيقة أنا أطلب كما لو أني أطلب من الشيطان أن يسجد للإنسان. أنا نتحدث عن مصالح مباشرة لرجال الدين وبالتالي إحنا بنقول لهم تعالوا غيروا الخطاب الديني أي بنطلب منهم أن يعملوا ضد مصالحهم المباشرة. هم يستمدون نفوسهم ويستمدون مكانتهم ويستمدون كل شيء يتمتعون به في حياتنا من تقديس التراث القديم. وهذه القداسة تنسحب من القديم عليهم. طب احنا نقول لهم جددوا اي جددوا اي نحن نقول لهم انزعوا عن نفسكم القداسة التي تتمتعون بها ومستمدة من القديم. تفتكروا اي مجنون ممكن ان يفعل ذلك؟ متهيألي احنا المجانين عندما نطلب منهم ذلك. ده يعني عشان فاذا لم نصنع ثقافه بديله نتكلم النهارده عن الابداع والرقابه ممكن بعد 100 سنه نتكلم عن الابداع والرقابه بعد 3000 سنه برضه نتكلم عن الابداع والرقابه. لازم ثقافه بديله. هل نحن قادرون هل المثقفين او كتاب مبدعين مفكرين في علم الاجتماع في الفلسفه في الاقتصاد كل حاجه قادرين على صناعه بديله؟ لان انا عندي مشكله هو العقل الجمعي للمجتمع ده ازمه اخرى. هو اتكلم عن رقابه المبدع. طب هو المبدع طالع من المجتمع وبالتالي في جزء جواه رافض الجديد. لاننا علينا نقطه احنا مجتمع محافظ تقليدي سواء قديم او مرض دلوقتي خلاص المساله مش محتاجه عبقريه. طب كيف نغير ده؟ في حاجتين وانا بنتكلم بالنسبه للمبدعين بالصدام مع القديم المتصورين ان الصدام ممكن ان نغيره. انا متخيل ان الصدام مع القديم اللي هو الصدام المباشر الحاد هيخلي القديم اكثر تشبثا. هل نقدر نقطع هذا القديم؟ هو سؤال احنا كمبدعين ومبدعين
نقدر نفتح هذا الطريق ان نذهب اليه وناخذه معنا ونغيره؟ سؤال جميل. هل نقدر نعمل ده؟ انا ما عنديش اجابه. انا بقى الصدام مع القديم بشكل مباشر وحاد بيعمل تطرس في القديم، بيتطرس وبيرفض، خاصة انه مع العقل العقل الجمعي للمجتمع. هل نستطيع كمثقفين شعراء وكتاب وفنانين كل الدرجات الممكنة ان احنا نغير؟ يعني انا كنت بتكلم مع العلمانيين، طب احنا دلوقتي العلمانية مثلا بقت كلمة سيئة في السنة، تقول انا علماني انت ملحد وكافر وربما يعذبك في الدرجة الثانية. طب ممكن هل رغم انها كلمة خاطئة هل نستخدم كلمة المدنيين وتبقى حتى في مواجهة كل الكلمات الأخرى؟ عشان يعني فكرة لما تشوف تجربة أحمد لطفي السيد في أسلوبه في الانتخابات، هو الراجل الفلاح في بلده سقطه في الانتخابات قال إنه قال عليه إنه علماني ديمقراطي وديمقراطي. ديمقراطي يعني إيه؟ أن يسمح بالإباحية وتبادل الزوجات. يا نهار أسود. فأحمد لطفي السيد فيلسوف هذه الأمة ومفكرها الكبير سقط أمام فلاح، والناس سألت الفلاح في المؤتمر الانتخابي قالت له يا باشا هل أنت ديمقراطي؟ قال نعم أنا ديمقراطي وأفتخر. خرج الناس وقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، وسابوا الصوان وخرجوا بعد ما كان الصوان ده موجود فيه حشد هائل من البشر. هل هذه العقلية بالصدام معاه هو اعترفه نعم انا ديمقراطي؟ اقعد بقى اشرح لهم انا ديمقراطي قد ايه بقى. يعني حضرتك جرب ده في حاره او في زقاق او في عشوائيات او في نجعه. لازم نفهم سكان بلدنا. يعني احنا مثقفين ماشي على عيني وعلى راسي والراس من فوق. واحنا قاهرين بس مصر مش القاهره ولا اسكندريه. نجع مش عارف ايه وعزبه مش عارف ايه وعشرات دول ودول على فكره عشرات الملايين من البشر. هل الصدام معاهم يغيرهم؟ ده احنا لازم نجاوب. اذا كنا هنفكر في دائره المثقفين دون ان نعرف طبيعه مجتمعنا وطبيعه شعبنا وازاي بيفكر عشان نعرف نغيره، زي اللي راح يعمل عمليه جراحيه في جرح مش عارف حدوده. ما هو جرح وخلاص زي جرح. فممكن يعمل عمليه يموت منه المريض. يعني انا عايز اقول ان قضيه الابداع والفكر علينا نعيد بعض الحسابات التي تبدو ان احنا مؤمنين بيها ومقتنعين بيها الى حد الموت، ومستفيد بعضنا يموتوا اجلها، لكن هل هي حبايه المجتمع او لا تغير المجتمع؟ وهل هدفنا ان احنا نبان ان احنا قادرين على التغيير او بنطالب بالتغيير فقط، ولا نستطيع ان نصنع التغيير في قاعده المجتمع؟ لان انا يحضرني سؤال، انا بقعد افكر واتجنن. يعني معنويات القرن التاسع عشر لما اجي اعد عدد المثقفين الجامعيين في مصر، نتكلم عن التوجه الافريقاني ويعقوب صنوع محمد عبده، وتخش على سيد درويش على نجيب محفوظ، على نجيب محفوظ الدكتور ونجيب محفوظ المؤلف ومنظور وطه حسين والعقاد. انا ممكن بلا مبالغه أنا أقدر أعد من 2000 ل 3000 اسم. هذا نفسه. الله. ده مجتمع ظهر فيه كل هؤلاء المثقفين. إذا لماذا لم يستطيعوا أن يغيروا المجتمع؟ الله. كان المرأة خرجت بعد ثورة 19 قلعت الأسماء وخرجت تهدي بتاع الزبدوب وثورة 19 بعد 60 سنة نفس النقاب. الله. ده معنى ذلك ان كانت الحاله الثقافيه اللي كنا عليها من ثوره 19 او حتى من نهايه القرن التاسع عشر لحد ما لبسوا النقاب كانت هشه لدرجه انا اسف تاثيرها على المجتمع وتاثيرها على الناس. كانت هشه لدرجه ان مجموعه التيار الديني لما ظهر السلفيين ومجموعه التيار الديني عملوا كده. وقع وتحط النقاب وكل حاجه رجعت زي ما كانت بل اكثر تشددا مما كان.
اقول لكم حاجه طريفه جدا كتجربه من المثقفين. علي عبد الرازق لما اتحكم في 1925 عايز كام فوطه له كتاب اكثر خطوره من الاسلام. حضرتك معرفش حضرتك سمعت عنه ولا لا، اسمه الاجماع. احنا عارفين ان الاجماع جزء من مصادر اصل اصول التشريع. في هذا الكتاب مسك الاجماع مسخر نسفه من جذوره دون ان ينقضه. بالمناسبه لم ينقضه. القى مجموعه من المحاضرات على طلب كليه الحكم عن الاجماع، بدا بتعريف الاجماع، فبدا وجاب كل كتب التراث، فاكتشف انهم مش متفقين على التعريف. هل هو تعريف القله؟ هل هو تعريف الامه؟ هل تعريف العلماء؟ هل تعريف الصفوه؟ تعريف من؟ الاجماع. طب وما هو الاجماع من؟ طب هل الاجماع نسل في الزمان والمكان؟ يعني الاجماع في سوريا او في القاهره او في اسطنبول ينشا اجماع ولا خاص بمكان؟ طب ولما وقعد يفسر فاكتشف انهم مختلفين في معنى سريان الاجماع في الزمان والمكان. تم يناقش 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 يفكر لحد ما نسف الاجماع من اساسه. لم يحاكم، ما حدش هتكلم عليه. تفتكروا لو كان كتب كتابه على طريقه الاسلام واصول الحكم كان يتحاكم ولا كان يتسامح؟ لو قال ان مفيش اجماع في الاسلام تفتكروا كان حصل له ايه؟ ده مؤكد كان العقوبه فيه هتبقى اشد من الاسلام واصول الحكم. هذا النمط يعني انا وقفت قدام الكتاب ده كتير جدا، وهو موجود على فكره ممكن تحضرته. هو كتاب هو 232 صفحه عشان تعرفوا ازاي فكر ونقد دون ان تناله ايدي الطغاه، لان مفيش في الدنيا اكثر من استبداد الدين. اخطر استبداد واعظم استبداد واشد استبداد واكثر انواع الاستبداد قسوه على مر التاريخ. فاحنا مطلوبين ان احنا واحنا بنتعامل مع مجتمع مطلوبين من اكثر ذكاء اكثر فهما ليه عشان نقدر نعبر عن افكارنا وما نريد بطريقة تمر وتؤثر في هذا المجتمع. وشكرا.